أنتم تستدلون على أن النبي صلى الله عليه وآله من غير المعقول عرفان عقلائيان سياسيان تدبيريان أن يترك الأمة بلا ماذا؟ بلا قائد. أليس واحدة من أهم أدلتنا هذا الدليل؟ أليس هذا من أهم أدلة ولاية الفقيه في عصر الغيبة الكبرى؟ نقول أن الإمام الحجة غاب، لمن ترك الأمة؟ لمن ترك الأمة؟ الأمة أين تذهب بعد غيبته؟ نقول لها بد أنه أرسلها أو أرجعها إلى من؟ إلى رواة حديثه، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. نفس البيان أعزائي. لأن الطرف الآخر يقول لا 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 لا, لا أبدا هذا الاستدلال لا نوافق عليه. لماذا لا توافقون؟ يقول لأن رسول الله أنتم عندكم سوء ظن بالصحابة، وإلا رسول الله كان عنده حسن ظن بمن؟ ها؟ بصحابته من بعده، وكان يعلم أنهم سوف لن يخرجوا عن إطار ما رسمه لهم، ولهذا اجتمعوا في السقيفة ولم يتركوا الأمر بلا قائد وعينوا القائد. والأعزة الإيرانيين عايشين نان، والعراقيين عايشين العرب مولانا. السيد الإمام قدس الله نفسه من راد يذهب مولانا من هذا العالم ما عين شخصا من بعده، يعني هذا عدم تدبير السيد الإمام، وأنه عدم اهتمام بالثورة الإسلامية في إيران، لا 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 أبدا، كان معتقد أنها هذه الصفوة المحيطة به من الحكمة والتدبير والدين أنهم يتركون الأمة بلا قائد أو لا يتركونها، لا يتركونها، وهم فعلوا، وهذه آثاره بحمد الله الآن أمامكم أعزائي جميعا. لتتصور هسه أنت عندما تستدل مولانا هذا الاستدلال الدقيق العميق ويقول سلمنا الحق والله معكم، لا عزيزي لا، هو عندك كلام يقوله، عندك جواب جاوب أنت. يقول هذا منشأه هو أنك أنت أسأت الظن بمن؟ بكل الصحابة، قلت كلهم ارتدوا. يقول لا، هو خبرهم في الحروب في الأهوال في المصائب، رباهم كبرهم، بعضهم معه 20 عام، بعضهم معه 30 عام، بعضهم معه 10 أعوام، هؤلاء كلهم تربيته هو، فلهذا من ترك الأمر كان على ماذا؟ ها؟ سيد الإمام في وصيته شنو قال؟ هاي الجملة الأخيرة لابد الإخوة حافظيها مولا، أنه مطمئن القلب أروح. أحسنتم مولانا، أنت ما معين خليفة من بعدك، يقول لا، الذين تركتهم من بعدي إن لم يكن همهم لحفظ الثورة أكثر مني فليس بأقل ماذا؟ فليس بأقل مني، هم يعينون، ما عندي مشكلة أنا.